طيب في امر سوره عبس، في سؤال يعني كثره الاسئله بخصوص تفسير وتاويل حضرتك للايات، وانا عاوز اضيف معاها في مواضع اخرى في القران الكريم عاتب الله ورسوله يعني او هكذا من ظهر الايات. في مثلا موضع عفى الله عن كلمه أذنت لهم، وفي سوره الكهف ولا تقل شيء لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فهذا نوع من العتاب من الله لرسوله، فلما لا يكون هناك عتاب في عبس وتولى؟ طيب المسألة دي عايزة حلقات، لكن هنجملها علشان بس يعني أصفع كل من أساء الأدب مع حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرج عن المنظومة الإلهية التي قال فيها الله عز وجل آمرا هذه الأمة وغير هذه الأمة لتعزروه وتوقروه. نعم. نقرأ مطلع سورة عبس. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. طيب أن جاءه الأعمى. اتهموا حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن دخل عبد الله ابن أم مكتوم. نعم. وأن سيدنا النبي قاعد مع كبار قريش وحضرتك، فأعرض عنه وعبس وتولى، أنه جاي بيقول له علمني مما علمك الله يا رسول الله. نعم. حتى النص نفسه الحاكم اتكلم عليه، كثير من حتى ابن كثير اتكلم عليه، رغم أن أوراده أن هو سيدنا النبي وده اعتاب الحبيب وحبيبه. مع احترامي في مفسرين كبار جدا وقعوا في خطأ عظيم في هذا الأمر. نعم. انبرى لهم الفخر الرازي لحضرتك ودمرهم، ان كيف يقول الله عز وجل عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم انك لعلى خلق عظيم. نعم. ثم يتحدث عنه انه عبس وتولى في وجه الأعمى، مش كده وبس، وما يدريك لعله يذكر او يذكر فتنفعه الذكر. اما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. هل هذا الكلام يليق؟ لا طبعا. في حضرة سيدنا النبي يعني بالعقل ويتناقض مع انك رقم عظيم. ما مش دي بس، ويتناقض مع اصلاك رحمة العالمين. لسه اصبر. نعم. نتكلم بس بالمنطق، ولكن بكل اسف خرجت اجيال العقل ممسوح، هم عليهم حاجة مكتوبة في كتاب او تضافر مجموعة من علماء على شيء، علشان كده نسبوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلام باطل، هو لا تجمع امتي على باطل، لا تجمع الامة على باطل. بتجمع الامه على اباطيل. تمام. تخبر حاجه ومش عايز اتكلم لان هفتح النار عليها من الاول. نعم. من الاول، وحضرته صلى الله عليه وسلم على فراش الوفاه وهيقول الوصيه، اجمعت الامه على باطل. تمام. ان منعت الوصيه في الحق، انما عشان نسوق الدفه بالامه الى انحراف معين توضع نصوص وتوضع اسانيد لها السلامه، ثم يمحى القران. طب نيجي نحاجه بالقران، هتقول لك السنة، هل السنة مقدمة على القرآن وهي ظنية؟ لأن فيها كثير مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم مصرين على هذا، ليه؟ خدمة الكهنوت. نعم. وخدمة السلطان. تمام. فإذا نحتج بالقرآن العظيم، إن رب العالمين وصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف لا يزم نقف معها، ولازم نأخذ العلم من رب العالمين الذي بلغه الصادق الأمين اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يا ترى الصحابي اللي جاي وعايز يتعلم ده بحضرتك يعتبر من المؤمنين ولا برا المؤمنين؟ طبعا. طب وسيدنا النبي قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ده وصف. طب ما هنا خالف ربنا كده مش صح. نعم. شفت نسبه لله ايه؟ نعم. عشان خاطر حديث مكذوب. حضرتك الشيء الاخر عشان يثبتوا الكذب على سيدنا النبي، لا ده كان لما بيقابل عبد الله بن ام مكتوم يقول له ايه؟ يقول له مرحبا بمن عاتبني ربي فيك، والله العظيم. حضرتك تثبيته عشان يثبت ان الامر هو لابس في سيدنا النبي، كل ده عشان انقاذ صحابي. نعم. ومش هقول الاسم، انا قلته قبل كده بس مش هكرره. نعم. وحكي للناس دي اصلا بغات فتنه، وبعدين يعبدون الصحابه
انا بص بقول لك يعبدون الصحابه مقدمين على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اياك تقرب من صحابي انما تقرب سيدنا النبي. ما فيش معنى خد راحتك. ما هو ده المذهب الاموي المعاوي. يا سيدي غضب ربنا نازل على الامه من زمان، حتى وجود الخلافات اللي بيقولوا عليها اللي دي خلافات سياسيه تتستر بالدين في اغلبها. في صادقين لكن بنسبة 200% زيهم زي الإمبريالية. طب نجد صوت يعرض علينا ويقول لنا مثلا انتوا بتحاجبوا بالقرآن الكريم في حين ان حضرة سيدنا الإمام علي طلب او امر سيدنا عبد الله بن العباس ان يحاجب الخوارج بالسنة ده بالقرآن. طب انا حضرتك ده علشان هنا القرآن حمال الوجوه. نعم. اللي هو سيدنا الإمام علي عايز يقول له هيلجأوا لآيات فيها وجوه. انا بأتيك بآيات حضرتك الوجه بتاعها واضح ما يختلفش على اتنين، يعني مش هتعرف تقول بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هات لي حد يقول لك لا ده لها معنى تاني. تمام. يحتمل ان هو ما يبقاش بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لا يحتمل بالمؤمنين رؤوف الرحيم في اوقات واوقات لا. نعم. لما يشوف عبد الله مكتوم لا ما يبقاش رؤوف رحيم. نعم. لا حضرتك يا سيدي الحمد لله في النزال لا اقارع المتصور نفسه عبقري. تمام. حضرتك وايضا هاتيك من السنه. نعم. صبرا انا قلت لك بص حضرتك انت فتحت قضيه انا عندي اهم البرنامج ده كله. تمام. يعني مع احترامي لان اما ان نوقر حضره سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم واما هتظل هذه الامه مقصوره لابليس لان هم اتباع ابليس. نعم. متصور في هيئه احاديث مكذوبه بنسبه 100% اتحداهم. نعم. حضرتك انت عايز تقول ان رب العالمين يقول لسيد الخلق صلى الله عليه واله وسلم فانت عنه تلهى، يعني هو جاي لك من خير وعايز يتعلم وجاي يسعى وعايز يتعلم وانت له تلهى انت عنه تلهى. هل هذا وصف يليق بخير خير خير خلق الله؟ لا طبعا. حضرتك الشيء الاخر بقى حضرتك استدلت بايه فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. متى كان رسول الله فظا؟ نعم. انا عايز واحد ياتيني في الامه بمشهد كان فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فظا يجيب لي كده مشاهد. لا اعتقد ان يوجد حتى لمحه. طبعا خلوا في مشهد بقى فظ وغليظ القلب. نعم. حضرتك طيب حضرتك بتيجي بتقول ايه؟ شوف بقى خبث الشيطان لما يقولك في ايات تانية. طب ما ربنا بيقول عفى الله عنك لما اذنت له. نعم. هقول ما اجهلكم باللغه العربيه والله العظيم اسفني في مفسرين. شوف حضرتك انا بحبهم واحترمهم لكن احيانا كنت اجي اوصل لنقاط اصطدم معاهم تماما اكاد ابقى مش عايز اقرا لهم مره اخرى عشان السقطه دي. نعم. هو كل انسان له سقطه. نعم. وسقطات مفيش مانع بس سقطة عن سقطة تفرق. ومش هقول أسامي لأن في واحد أنا بعتبره قمة في اللغة وبرام كده سقط في اللغة سقطة ما يوعهاش واحد في أولى ابتدائي يعرف لغة عربية. نعم. لغة العرب أساس في فهم القرآن العظيم. تمام. نيجي أبسط حاجة لغة العرب على فكرة متدحرجة حتى للعامية بتاعتنا. انت بتحب ابنك جدا وبتدلله وبتكرمه وبتوقره فانت متصور ان هو هيعمل شيء معين فبتيجي انت تقول له ايه والله يا ابني انا بحبك عفى الله عنك يعني ربنا يسامحك انت جميل وكل حاجه بس يا سلام لو كنت عملتها بالطريقه الفلانيه هل ده حب ولا عتاب ولا لا تاني معلش دكتور عشان برضه ايه يعني انت بتحب ابنك وشايفه صح. نعم. خد بالك وعمل شيء معين فبتقول له يعني انا بحبك وربنا يسامحك. هل هو كان اخطا عمل جريمه عمل ذنب؟ لا. انت عارف 90% من المفسرين قال لك انه ذنب وخطيئه فعاتبه الله عليه زي بتاع الشريعه كليه الشريعه اللي طلع يرد برضه في عروسه تقول لا ده عتاب الحبيب لحبيبه. والله عتاب الحبيب لحبيبه. يبقى فيها القرآن يقول له أنت عنه تلهى. هو ده عتاب الحبيب لحبيبه؟ ده تقريع ذم توبيخ. أخبر حضرتك
لا علاقة له بحضرة سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، لكن له علاقة بصحابي غني وصحابي كبير كمان. خبر حضرتك يعني شايف عبد الله بن مكتوم جاي وسيدنا النبي بيتكلم مع كبار قريش، زي ما تقول بقى ايه بقى هيقاطعنا وهيعملنا، فعبس والوضع يعني تجاهل. في لغة العرب كلمة عفى الله عنك دائما بنسميها منخل أو مقدمة كلام طيب، وعادة تقال في المدح وتقال لمن تحب. نعم. نيجي للسنة النبوية عشان نتكلم على سيدنا الإمام علي والاحتجاج بالسنة. نعم. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج قال كنت نائما فأتاني جبريل. نعم. فحركني تحريكا لطيفا، يعني بيلمس، شوف المحبة. عفى الله عنك يا حبيب الله، قم ففد إلى ربك. نعم. يعني مفاجأة بقى إن إيه؟ هتفد إلى رب العالمين في زيارة. نعم. حضرتك فأتاني بالبراق. طيب مطلع الحديث نفسه حضرتك أتاني جبريل فقال عفى الله عنك قم يا حبيب الله. إيه الذنب بقى؟ هي دي لغة العرب. نعم. هي دي لغة العرب. حضرتك اللي هي مثلا ابنك تقول له ربنا يسامحك اعمل كذا كذا كذا. طيب عفى الله عنك لما أذنت لهم، اللي هم يعني لعبوا لعبة عايزين يعتذروا عن القتال. وهفاجئ الأمة إن الأمة ما بتقراش القرآن، مالهاش علاقة بالقرآن. نعم. هي لها علاقة بشوية شيوخ. يعني دينهم دين كهنوتي. حضرتك عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. نعم. طيب هو هنا ليه؟ لأن كان بيجي له بعض المنافقين أصل زوجتي على أولادها، أصل مش عارف يعني أي حاجة، ودي كانت تبوك. نعم. غزوة تبوك أو مواجهة الروم، استعداد للروم. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدبه، عشان عبس وتولى، شوف من أدبه حتى في القتال إذا جاءه أحد الأصحاب بغض النظر حتى وهو يعلم أنه كاذب ومنافق يستأذنه بعذر يكذب فيه لا يحرجه رسول الله. نعم. شوف كده سيدنا الإمام الحسين الخلق بقى بتاع أهل البيت لما قال لهم يعني اللي عايز يمشي فليتخذ من الليل جملا يرحم، مش عايزين نشوف يعني، مش عايزين نشوف يعني، مش عايز حد يقعد معايا هو مش راغب فيا. فكذلك كان خلقه صلى الله عليه وسلم من كمال الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم، فكان لا يحرجهم. فهل هذا يكون محل عتب؟ طيب سيدنا النبي لما أذن لهم هل ده وافق إرادة الله ولا كان ضد إرادة الله؟ أكيد وافق. وافق بدليل، مش هنجيب من عندنا عشان نقول بس أنت تعرف شوية الدقون يعني ما شاء الله عليهم يعني. عبدة كهنوت أحاديث أغلبها موضوع. نعم. نفس ربنا سبحانه وتعالى بيتحدث عن هؤلاء رأي الله فيهم إيه؟ خبر حضرتك. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، يعني ما هو باين من الأول هم مش عارفين. ولكن كره الله بعاثهم. نعم. فثبطهم. ثبطهم دي بإيه؟ بنفس الإذن تاخد نوعا تبقيتي وافق في فين الذنب؟ إيه علاقة ده بقى بأن جاءه الأعمى؟ حضرتك عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، يعني كمان كانوا مش عارف. نعم. أو يذكر فتنفعه الذكر، أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، إيه علاقة الدب ده؟ نعم. طب ما احنا لو قسنا على كده، شوف أستاذنا الشيخ محمد الغزالي لأنه عالم مصر تفتقد للمستوى ده في دروس تفسير القرآن العظيم وإحنا صبيان، كان يقول أغلب القرآن حتى ما خوطب به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصيغة المباشرة لحضرته هو من باب إياك أعني واسمعي يا جارة يراد به الأمة. نعم نعم أنا مؤمن بهذا.
ما ده القرآن كله واضح، وإلا بقى القرآن كله ذم في سيدنا النبي، لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. يبقى سيدنا النبي كان عامل الشرك. ما باخدش الكلام ده من سيدنا النبي أصلا. تمام، هي دي الحقيقة. لحضرتك يعني إساءات لسيدنا النبي، إساءات لرب العالمين، خلوه شاب أمرض، خلوه يتجسد، لا بينزل زي ما بنزل من على منبري، بعدين يقول لك ده هو ده اللي ما فيش تجسيد، أمال ده إيه؟ عصاي أنفع من محمد. يا سيدي خد للصبح. فأنا بقى أن نعود إلى كتاب الله الحق، وأنا أن نوقر حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ عبد الله الغماري. نعم. شيخ عبد الله الغماري عالم لا يشق له غبار في الحديث. له كتاب من أندر ما يكون، فبيتكلم على عفا الله عنه، نسف الآراء التي تقول إن هذا ذنب، قال قمة المدح والحب والتذليل، يعني ده دلع لسيدنا النبي حتى باللغة. وفاكر لما قلت لحضرتك يا شيع يا سنة انتوا محتاجين بعض، استدل ببعض علماء الأحباء الشيعة في الدفاع عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وان عفى الله عنك لا علاقة لها في لغة العرب بأن تكون اغترفت ذنب لا صغير ولا كبير. نعم. لحضرتك اسمه بدع التفسير. طب ولا تقول شايفين اللي شايفين اني فعلا ده برضه نسب لسيدنا النبي ان هو نسي يقول ان شاء الله، امال مين اللي علمنا نقول ان شاء الله؟ نعم. ده هو اللي علمنا نقول ان شاء الله. لا هم بيقولوا ان ده كان سبب ان الوحي انقطع 15 يوم. طب ما هو الوحي انقطع لغايه لما نزل سوره الضحى 40 يوم. ايه العلاقه يعني؟ اشمعنى في دي؟ يعني اشمعنى لازم نخترع شيء نحط فيه اساءه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ما انتوا نسبتوا في بدايه الوحي ان كان سيدنا النبي عايز ينتحر، وفي البخاري. نعم. يا سيدي شوف، كل إنسان أساء لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خارج هذه الأمة، الأمة متهمة هي اللي أعطته خيوط الإساءة لسيدنا النبي. نعم. ويا ويل يا ويل أعظم عمامة توافق على هذا الكلام. يا ويل، شوف أنا بقولها أمام الله سبحانه وتعالى تخليصا لضميري، لأن أمرنا بتعزير سيدنا النبي وتوقيره. يا أخي شيوخنا وأساتذتنا من الصغر لأنهم علماء، كان أحد القواعد اللي يعلمونا بها ديننا في قواعد أساسية. نعم. الله عز وجل ذات واحد أحد فرد صمد لا يشرك به، كان الله ولا شيء معه، ما فيش لا شريك ولا مدير ولا وزير، ثم خلق النور محمد الأول. طيب القاعدة الثانية توقير حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإيمان بعصمة حضرته حتى عن السهو. يبقى حديث إن هو سهى في الصلاة كذب. نعم. هو خلاص بقى يعني معناها يسهى في الصلاة، هيسهى في الوحي، هيسهى في حاجة. هو ما يتقى عن الهوى. يا سيدي وضعت لا مش منطقية، صبت كده قوالب أسمنتية يتبني عليها صرح يتسمى الإسلام، النسخة المعاوية اليزيدية. نعم. حضرتك ما فيش كلام عندي، قصة واضحة جدا. ويبقى صاحب الضمير الحي، عندنا علماء كثيرون في الأزهر بيرفضوا الكلام السخيف ده. نعم. حضرتك وذكرنا في يعني القاضي عياض في كتاب الشفاء في خصائص المصطفى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر نسبة عبس وتولى لسيدنا النبي ولا تليق بسيدنا النبي. نعم. قول حضرتك الشيخ إسماعيل النبهاني غيره. هل معنى كده إن الجلسة دي كانت عند الصحابي ده في بيته؟ لا، ممكن في منتدى حضرتك. في منتدى، ما أنت عارف قريش يعني. لا بس الخطاب هنا إنه جاءك يعني جاي لك أنت. ما ماشي. ماشي. اللي فيها يعني ممكن الجلسة عند حضرته، ممكن يعني ما تنساش ان بني هاشم كان لهم ايضا منتديات. يعني القصة مش هي دي. مش المكان. القصة في المكان. انما الله سبحانه وتعالى عايز يتكلم ان كل القعدة دي حضرتك يبقى جاي عايز يتعلم. فالخطاب لسيدنا النبي بالوسع الكبير، لكن الحقيقة ان مخاطب به غيره مش سيدنا النبي خالص. نعم. سيدنا النبي يتلهى يا محمد بيه؟ لا طبعا. بس انا عايز بس عالم يطلع يقول لي يتلهى. نعم. فاسفني انا واحد بعت لي يقول لي رجع للأستاذ شريعة
فبيقول له لا، هي ده عتاب الحبيب لحبيبه. امال العتاب لما يكون عايز اقبح واحد اقول له ايه؟ اذا كان ده عتاب الله، هو انت سيادتك متاكد ان انت معاك دكتوراه من الازهر؟ انا بس هقول بس السؤال ده. هل انت سيادتك متاكد انك بتفهم في اللغه العربيه؟ ما لازم اسال الاسئله دي، ما هو بيصبح عندي شك. بيصبح عندي شك، مش ممكن خبر حضرتك. فالقرآن الكريم نزه حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في الخطاب لتوقير حضرة سيدنا النبي، أساسيات بننشأ عليها. طيب لنضرب مثال. أنس ابن مالك بيقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدي مثال من السنة، 10 سنوات، فلم يكن لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. قيس بقى على دي، ولا لشيء لما كسرته، ولا لشيء كسرته لما كسرته، ولا لشيء عملت. قيس عليها. تمام حضرتك، ايه رايك في الخلق ده؟ لو بعدين مره بيصب على حضرته الميه صلى الله عليه وسلم، فرحمة الفتي لسيدنا النبي، وبعدين شوف التدليل للخادم يقول له ألا أقول لك كلمات ينفعك بها الله؟ يعني ده قمة التدليل. قال له إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك يكثر خير بيتك. طب دخلت ما فيش حد، سلم. شوف نفس قال البيت يقول لك قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، زاد تشهد. تمام، ادي الاسلام، هو ده علوم آل البيت الحقيقي الجمال. نعم حضرتك، انك انت تلقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. الشيخ عبد الله الغماري وهو بيستدل حضرتك على توطير سيدنا النبي ومحك هذه الاساءات المتعمده، راح مستدل بامال شيخ اسمه الشيخ المرتضى عند اخواتنا الشيعة في الامال بتاعته. لا طب هو ده سني، انما في هناك اللي عايز يشعل الحرب باي شكل. باي شكل حضرتك، ده سليم في اشياء، ده سليم في اشياء، ده عنده اخطاء، ده عنده اخطاء، الاثنين بيكملوا بعض، الاثنين محتاجين بعض. السنه والشيعه جناح هذه الامه.